الكالم والسكات داكشي اللي غتلقاو في التفضنا ملي تكونوا فوق الاماك ديالكم قدام البحر ودارين بكم الحيوانات. مي كنا في الحجر الصحي كلشي كان سد عليه في دار، والزناقي ديال كازا كانوا خاوين. داكشي علاش فرحت بزاف مي جاتني واحد الخدمه مع لو غروب اكور باش نمشي نفيلمي وندير واحد الرود تريب في الجهه ديال مراكش. اسف كي صويره هاد المغامرة اللي هتشوفو بدات في مدينة مراكش بلو بريسيزيمون في لوتيل فيرمونت، فين مشينا مع ليكيب فاش نضربو السون رايز. وهي خرجت الشميشة والقضية سخنات، داكشي علاش مشينا للوطيل مع محسن والياس باش نعومو شويه. يلا سالينا من مراكش ودابا شويه تشوفوا لا غوت 44. لا غوت 44 هي ليكيفالون تاع لا غوت 66 تاع الامريكان. حنا شادين طريق الاسفي، وصلنا ميساج بان السلطات سدوا المدينه، ولقينا راسنا في واحد ستاسيون ما عارفين من نديرو. شنو البلان اللي نديرو دابا؟ خويا غادي نديرو درون غنتبعوك باش نبينو واحد التوشيات. اوكي تما فين مشينا المركز 44 ضربنا واحد البتيخ واعر عند يوسف وقلنا نشدو الطريق للصويرة. كلشي تيعرف الصويرة بالثقافة ديال الموسيقى دقناوة، المرصى، الحوت، جيم اوف ثرونز، ولكن كاين واحد البلاصة اللي ما معروفاش بزاف سميتها بيت الذاكرة. في هاد البلاصة تقدروا تشوفوا التاريخ ديال مدينة صويرة، وتعرفوا شنو هي العلاقة اللي كانت ما بين المسلمين اليهود والمسيحيين. غير سالينا من صويرة مشينا لبحي بحر، واحد البحر بريقل فيه الصيادة الفلوكات وواحد السونسيت رائع. تكونوا كلكم عارفين بان عزيز عليا بزاف اكشن سبورت، داكشي علاش لا غد غير فقنا عيطت البطل اسماعيل ادرزان اللي كان في الديابات باش ندير معاه واحد السيسيون ديال الكايت اللي عمري ما ننساها. في الاول ما كاين غير طيح حيت شحال هادي ما درت الكايت، ولكن الحمد لله وليت تنتيري لي بور ديالي وكاع في الاخر درت واحد التنقيزه واعره. من بعد ما ساليت الكايت تلاقيت مع رشيد من بالما كواد، ومشيت مع الدراري كلهم ضربوا الكواد حتى الكابسين. بلا ما نعاود لكم الاحساس ديالي ملي كنت غادي في الكواد و تنشوف على اليسار و تيبان لي السانسات واعر. من بعد الطريق وهاد لي زاكتيفيتي كلهم هذيك الليله طحت كامل. ولا غد اول حاجه درت هي درت واحد سيسيون يوغا باش نبدا النهار ديالي مزيان قبل ما نشد الطريق لتافدنا. اول حاجه اللي درت ملي وصلت لتافدنا مشيت عند فيصل وليسا باش ندير شويه سكيت سكيت بول حيت كاين واحد لو بول هنا. من بعد عرضوا علينا باش نضربوا معاهم اتاي، جلسنا في الاماك قصرنا جيتار وتلاقيت مع اوسكار. دابا اللي سالينا متفدنا شوفوا واحد البيستوف ديال التريب كله بكلكو زيماج اللي كنت فيلميت مي مشيت نسور فيه في اتاي. يلا نشوفوا السيمانه الجايه بوغ نوت فيديو ان شاء الله.